اسمي حسن فيصل الفجر من منطقة من ريف حما الشمالي منطقة شحشوة، خريج جامعة عام 2008 اختصاص فلسفة. بسكن هلا بمخيم المخزومي بحربانوش. اعتقلت بال 2011 بالشهر التاسع وطلعت آخر 2019 بداية 2020 من سجن صيدنايا. هلا من الناشد المنظمات الحقوقية لجنة حقوق الإنسان والأمم المتحدة إنه يزوروا سجن صيدنايا، لأن سجن صيدنايا أسوأ سجن بسوريا، بل مو بس بسوريا، بالعالم كله. وشغلة تانية، نحن المعتقلين حتى لو عم يطلعوا ما عم يستفاد، يعني عم ينصدموا بالواقع، ما في شغل، ما في عمل. يعني أنا حتى خريج، أنا خريج جامعي ولحد الآن من دون عمل، يعني صار لي كم شهر قاعد من دون عمل، وما خليت يعني مؤسسة ما قدمت عليها، ما خليت منظمة ما قدمت عليها، بس وبنجاح وبنوصل طريق مسدود. هلا بصيدنايا تنسى انك بني ادم او معامله البني ادم او معامله الحيوانات، كل شيء بحركه، كل شيء باذن، كل شيء على طول مطمشين عيوننا. ما في اكل، ما في بطانيات، ما في لبس، على طول من دون لباس. الغرفه تطلع ثلاثه، طبعا الثلاثه هذول بدهم يموتوا. الغرفه ما بتطالع بيمسكوا الغرفه كلياتها وبيكسروها تكسير حتى بيموت ثلاثه منهم. يضلوا يضربوا هيك لحتى بيملوا.